الصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه محطة التقت فيها مختلف المؤسسات الناشطة في المجال، مؤسسات تضاعف اليوم جهودها لزيادة الإنتاج بسبب تناقص الأمطار، وهذا عبر تجسيد البرامج المسطرة لا سيما محطات تحلية مياه البحر. في الصيف طلب على الماء راح يزيد، بالصحراء أنا من جندين باش تكون كاينه خطة توزيع اللي راح تسمح لنا نجوزوا الصيف ما نقولكش في أرياحية، ولكن يكون عندنا توزيع منتظم توزيع متكافئ اللي يسمح أننا نقيسوا المواطنين ونعطوا لهم كمية من المياه اللي تسمح بالاستهلاك الطبيعي لهم. وعلاوة على محطات التحلية، يعتبر حفر الآبار عبر مختلف مناطق الوطن وسيلة أخرى تعمل عليها مؤسسات وطنية لاستغلال المياه الجوفية. عندنا مشاريع في سطيف، في باتنا، في شلف، وعندنا مشروع في بشار، دونك بشار سيت ميغا بروجي. كانوا دي بروغرام ديرجونس في الجزائر العاصمه، انجزت تقريبا 300 بئر. دونك كاين المياه ولكن ما راحش تغطي العجز، يعني راح تنقص قليل من الازمه، يعني الحلول تبقى في لي ستاسيون دي سالمون ولي باراج. ولتجنب ضياع المياه أضحى التبليغ عن التسربات ضرورة ملحة، وهذا عبر خدمات رقمية وضعت خصيصا تحت تصرف المواطنين. التطبيق الجديد الذي دخل حيز الخدمة وضعته الجزائرية المياه اللي هو مياه موب، هذا التطبيق يسمح للمواطن بأن يسدد فاتورته وكذلك بأن يحاكي الفاتورة، ويمكنه كذلك من تقديم أي شكوى أو التبليغ عن تسرب إلى ما ذلك. الماء مادة حيوية يتزايد عليها الطلب يوما بعد يوم، هي بحاجة لاستغلال أنجع عبر مختلف التكنولوجيات والتجهيزات الحديثة، ثروة بحاجة لجهود الجميع للمحافظة عليها.